بإذن الله. لكن على ذكر اللعيبة والتجهيز لمباراة بكرة، طبعا احنا بنتكلم عن مباراة قوية بصرف النظر عن مستوى الفريقين، بصرف النظر عن موقفهم من جدول الترتيب النهاردة. احنا في الآخر بنستمتع بكرة حلوة ما بين الأهلي والإسماعيلي، مباراة قمة زي ما بنسميها، وما ننساش أبدا أبدا أنه الإسماعيلي فريق محترم جدا وقوي جدا وقطب مهم في الكرة المصرية، بنعتبره القطب الثالث. بعد النهارده التمرين دخلنا في معسكر مغلق لحد بكره ان شاء الله. مستر موسيماني بيعلن النادي الاهلي لمباراه بكره، هنقولها لحضراتكم. في حراسه المرمى محمد الشناوي على لطفي مصطفى شوبير، خط الدفاع احمد رمضان بيكم، محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، بدر بنون، سعد سمير، خط الوسط ناصر ماهر، اكرم توفيق، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد قفشه، واحمد كوكا. في خط الهجوم، خط الهجوم حسين الشحات، بواليا، جونيور اجاييه، مروان محسن، محمد شريف، وصلاح محسن. طبعا الاهلي يعني بتستمر لعنه الاصابات معاه افتكر يعني، والنهارده في عناصر مؤثره في فتره مهمه ومصيريه غايبه من الموسم، سواء على الصعيد طبعا المحلي او الافريقي. يعني بنتكلم هنا بعد ما ظهر ايمن اشرف وطاهر محمد طاهر في مباراه فيتا كلاب، النهارده بيغيبوا قدام الاسماعيلي مثلا، علشان طبعا كنا بنتابع حالتهم، كانوا بيعانوا من حاله اجهاد عام، وكان الجهاز الفني اكيد خايف ان هم يتعرضوا لاصابه ونخسرهم في اي ماتش. وطبعا مفيش اهم من ماتش فيتا كلاب بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. كمان بيستمر غياب معلول زي ما قلنا، وليد سليمان كمان النهارده بيواصلوا يمكن التاهل، لجانب طبعا الغيابات القديمه زي محمود متولي قلنا، عندنا كريم ندفد. وانما لو بصينا بقى للارقام، انا عايز اتكلم شويه في فكره الارقام وتاريخ المواجهات ما بين الاهلي والاسماعيلي الحقيقه، لانه الفريقين يمكن دي هتدينا، الارقام دي هتدينا ثقه وهتدينا تفاؤل من جانب لاعبي الاهلي بكره ان شاء الله. احنا بنتكلم على يوم الاربع، مباراه بكره دي مباراه رقم 137، دي المباراة رقم 137 اللي هتجمع الفريقين. يمكن شهدت فوز الأهلي في 70 مباراة والإسماعيلي فاز في 29 مباراة، وتعادل الفريقين في 37 ماتش. الأهلي نجح على مشوار تاريخه إنه يهز شباك الدراويش 203 مرة، في حين بيسجل الإسماعيلي أو الدراويش 116 هدف، والفريقين بيفشلوا في هز شباك الآخر في 29 مباراة. في بطولة الدوري نتكلم عن لعب الأهلي مع الإسماعيلي في 113 مباراة أيضا، بيفوز الأهلي في 58 وبيفوز الإسماعيلي في 22، يعني تقريبا النص، وتعادلوا في 33 مباراة. لما بنتكلم عن تسجيل الأهلي للأهداف في شباك الإسماعيلي، أكيد بنتكلم عن 166 هدف، والإسماعيلي بيسجل في شباك الأهلي 92 فقط. فإن شاء الله دي أرقام نقدر من خلالها نتفائل، ونقدر من خلالها إن شاء الله نواصل مسيرة الانتصارات والزحف نحو صدارة الدوري.